ومعنا مشاهدينا من اسطنبول هاتفيا الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، مرحبا بك. إذا هيئة علماء المسلمين أكدت أن الميليشيات تغطي على جرائمها بادعاء الحرب على الإرهاب في ناحية جرف الصخر، ما الدوافع لمعاملة الناحية بهذه الطريقة؟ أنا أعتقد هو دافع واضح ومعلوم جدا سواء للمجتمع العراقي ولجميع أطرافه، هو التغيير الديموغرافي. مطلوب تغيير ديموغرافي في منطقة حزام بغداد، فهذا هو الدافع الذي يدفع الميليشيات وسواء أخرى لعدم عودة المهجرين إلى أهاليهم سواء في جرف الصخر أم في مناطق أخرى. يعني أربع سنين أستاذ حسين على السيطرة على هذه الناحية جرف الصخر، وما زال أهلها نازحين، وسبق لنواب أن أكدوا أن عودة النازحين لهذه المنطقة بيد إيران وميليشيا حزب الله، كيف تفسر هذا؟ أنا أفسر أن هناك هيمنة إيرانية شبه مطلقة على العراق، وهذا يحتاج تدخل دولي. أنا سمعت إلى التقرير ماكمح وتقرير الأمم المتحدة، هذا التقرير لم يشخص، يعني إذا شخص المشكلة لم يحمل أي أحد مسؤولية ما جرى سواء في جرف الصخر أم في نينوى أو في المحافظات المنكوبة الأخرى. هذا تقرير يعني غير مكتمل، لابد اكو جهه مسؤوله وتتحمل مسؤوليتها على ما جرى وما يجري الى حد الان على العراقيين. هذه التقارير غالبيتها يعني يغيب عنها او تغيب المسؤول عن ما يجري. لهذا السبب انا اعتقد هناك تواطؤ فيما يجري في العراق، اضافه للوضع الداخلي هناك تواطؤ خارجي ومنها حتى منظمات دوليه على ما يجري في العراق. من أجل ذلك وكالة رويترز ذكرت أن فساد السلطات في العراق يجعل تعافي الموصل بطيئا وعشوائيا، يعني عام ونصف تقريبا والموصل كما هي مدمرة ومهملة، كيف تفسر ذلك؟ أنا أفسر ذلك من ناحيتين، الناحية الأولى الذي يعرف الأسلحة التي استخدمت ضد منظمة إرهابية من أسلحة ثقيلة وتدميرية يدرك أنه من الصعب جدا بناء عودة بناء المدينة بخلال سنوات. هذا واحد، لأنه الأسلحة التي استخدمت لا يمكن أن تستخدم ضد منظمة إرهابية بل تستخدم ضد عدو يمتلك أسلحة مكافئة لهذه الأسلحة وجيوش تقليدية. هذا واحد. ثانيا أيضا الذي يدرك حجم الفساد في العراق حتى بعد المعارك الآن في مرحلة البناء، الذي يدرك حجم الفساد يدرك أنه لا يمكن بناء المدينة وفق هذه المنظومة على يد هذه المنظومة الفاسدة. جميع المسؤولون يخرجون ويقولون لدينا فساد وعندنا فاسدين على أعلى المستويات، والفساد أصبح ظاهرة شبه عامة سواء على القاعدة والقواعد والقمة في العراق. فكيف ستبنى المدينة يا سيد؟ المدينة تحتاج أن تبنى من قبل منظمات دولية هي تتكفل بالبناء، ولا 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 يوجد أحد ثقة بأن تسلمها الأموال لبناء المدينة. يعني اليوم انا اعجب انه اي مسؤول عراقي تقدر تعطي الدول والمنظمات الاخرى اموالا لبناء المدينه ويستطيع الحفاظ عليها ويقوم بهذا المشروع، ولا توجد نسبه 1%. فبالتالي اعتقد انه بناء المدينه سيبقى على الرف لياخذ عشرات السنين ما لم يتغير الوضع الحالي الذي نحن عليه الان. منظمه الصليب الاحمر اكدت ان حجم الدمار الذي شهده العراق مفزع، بهذا الوصف مفزع للغايه. كل هذه البيانات والتقارير ولا يوجد اي تحرك جدي لاصلاح الوضع في البلاد عموما، من المستفيد من الدمار الذي شهده ويشهده العراق؟ اعداء العراق سواء في الداخل ام في الخارج الذين ساهموا باحتلال العراق منذ 2003 وقبل 2003 والى الان، هم هدفهم اضعاف العراق وتدمير العراق سواء من دول عربية أم من دول إقليمية أم من دول كبرى. هذا هدف تدمير العراق لتسهل المنطقة السيطرة على المنطقة كاملة ويمرر المشروع الإيراني بما يسمى تصدير الثورة. هذا المشروع ما كان ليكون لو كان العراق معافى، هذا الأمر غير ممكن، ولا يمكن أن يكون هذا التدخل في الدول العربية الأخرى لو كان العراق معافى. فتدمير العراق هو كان هدفا ضمن مشروع شرق أوسط الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. سيد حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.